أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء فلا يقال شيء بعده. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة، لا تحويه الأماكن ولا تصحبه الأوقات، ولا تحده الصفات ولا تأخذه السنات. سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله. كان ربا إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأسطورة 27. الحنبلي يثبت ومذهب التيمية ينفي. كان الكلام في أولا وثانيا، الآن ثالثا، ودخلنا في ثالثا ونكمل الكلام في ثالثا. ثالثا نرجع إلى بيان تلبيس الجهمية، إلى مورد كلام ابن تيمية وطرحه ومناقشته للقاضي ورأيه في ثبوت رؤية العين، وأنه لا يختلف معه في ثبوت رؤية العين، ولكن يختلف معه في بعض طرق إثبات ذلك. ويكمل ابن تيمية كلامه بالقول: ثم قال القاضي: وما رويناه عن ابن عباس أولى مما روي عن عائشة، لأن قول ابن عباس يطابق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت رؤيته تلك الليلة، ولأنه مثبت، والمثبت أولى من النافي، ولا يجوز أن يثبت ابن عباس ذلك إلا عن توقيف، إذ لا مجال للقياس في ذلك. قلت، أي ابن تيمية، نازل الكلام لابن تيمية، قلت: أما ترجيحه قول ابن عباس، يعني أما ترجيح القاضي قول ابن عباس بأنه مثبت وبأن ذلك لا يقال إلا عن توقيف، يقول ابن تيمية: فهو من الترجيح القديم الذي يحتج به مثبت رؤيا أو رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأئمة وسائر أهل الحديث. إذن يؤكد بأن هذا الترجيح موجود، وترجيح قديم ويتمسك به الأئمة، ولا ريب أن المثبت يؤكد هذا، يؤكد بأن المثبت يقدم على النافي، ولا ريب أن المثبت أولى من النافي فيما كان من باب الرواية، كما قدم الناس رواية بلال على قول أسامة. رواية بلال صلى في البيت، وقول أسامة أنه لم يصلي. يقول: كما قدم الناس رواية بلال على قول أسامة، وقد قالوا هذا لا يقال بالقياس وإنما يقال بالتوقيف، فيكون من باب الرواية. يكمل ابن تيمية: ولكن قد يقال ونفي ذلك أيضا لا يؤخذ بالقياس، وإنما يقال بالتوقيف. يعطي قول و مع تضعيف لهذا القول، تقليل من قوة هذا القول، من احتمالية هذا القول. يقول: لكن قد يقال ونفي ذلك أيضا لا يؤخذ بالقياس، وإنما يقال بالتوقيف، فإن كون رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه وقعت أو لم تقع هو من الأخبار التي لا تعلم بمجرد القياس. وعائشة رضي الله عنها لما نفت ذلك لم تستند مع استعظام ذلك أن تكون في الدنيا إلا إلى ما تأولت من الآيتين. وابن عباس ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، فكلامه أيضا كان في تأويل القرآن. الآن عندي تعليق هنا. قبل قليل ماذا قال ابن تيمية؟
قال ولا ريب أن المثبت أولى من النافي فيما كان من باب الرواية. التفت جيدا، إذن هو أكد الترجيح، أي ترجيح المثبت على النافي، وقال هو من الترجيح القديم ويحتج به الأئمة وسار أهل الحديث، وأكد هذا قال ولا ريب أن المثبت أولى من النافي فيما كان من باب الرواية. لاحظ أتى بكلام وأتى بتطبيق، قال كما قدم الناس رواية بلال على قول أسامة. لاحظ إذن هذا تقديم المثبت على النافي في أي باب؟ في باب الروايات، يعني يقول من باب الرواية. ماذا يقصد بها؟ يقصد أنه إذا أتت رواية بالإثبات ورواية بالنفي فتقدم رواية الإثبات على رواية النفي. واضح الكلام هذا أو لا؟ التفت جيدا. هو الذي يقول من باب الرواية، بمعنى أنه الرواية النافية للشيء والرواية المثبتة للشيء، ففي باب الترجيح والتقديم يقدم أو تقدم الرواية المثبتة على الرواية النافية، الخبر المثبت يقدم على الخبر النافي. واضح الأمر أو ليس بواضح؟ واضح. إذا الخبر يقدم على خبر، الخبر المثبت يقدم على الخبر النافي، هذا هو الذي قاله ابن تيمية، هذا هو الذي يقوله الأئمة، هذا هو الذي يقوله الإمام أحمد إمامه ويقوله باقي الأئمة من أئمة المذاهب ومن أئمة الحديث ومن أئمة الكلام ومن أئمة العقائد. إذن سأقرأ العبارة مرة أخرى، يقول أما ترجيحه أي ترجيح القاضي قول ابن عباس بأنه مثبت وبأن ذلك لا يقال إلا عن توقيف، فهو من الترجيح القديم الذي يحتج أو الذي يحتج به مثبت رؤية محمد من الأئمة وسائر أهل الحديث صلى الله على محمد وعلى محمد. ولا ريب أن المثبت أولى من النافي فيما كان من باب الرواية. هذا من الذي يقول؟ ابن تيمية يؤكد هذا، يقول ولا ريب أن المثبت أولى من النافي فيما كان من باب الرواية، يعني الخبر المثبت يقدم على الخبر النافي، كما قدم الناس رواية بلال على قول أسامة. رواية بلال ماذا تقول؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت. وقول أسامة أيضا ماذا يقول؟ يقول إنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي، وانتهى الأمر. حتى يعني أتيت أنا بهذه العبارة البسيطة حتى نقطع ألسن الجهال. التفت جيدا حتى لا يخدع من يريد أن ينخدع. التفت، هو ماذا قال؟ قال كما قدم الناس رواية بلال، بعد هذا يقول على قول أسامة. لنرى ما هي رواية بلال، هل أتى برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأتي، وإنما قول بلال وقول أسامة. فقول بلال قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في البيت، وقول أسامة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي، وانتهى الأمر. أو نقول رواية بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، ورواية أسامة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت، وانتهى الأمر. إذن رواية مقابل رواية، قول مقابل قول، ماذا يقدم؟ يقدم المثبت على النافي. الآن بعد هذا يأتي ابن تيمية يقول عندما نقدم المثبت على النافي فيسقط النافي، تسقط الرواية النافية عن كونها رواية فتصير في مقام القول، هذا بحث آخر، لكن نحن نتحدث عن القاعدة، عن الأصل الذي ذكره ابن تيمية. قال هذا الأصل في التقديم، في الترجيح بين المتعارضين، بين الروايتين، بين الخبرين المتعارضين، ما هو؟ يقدم الخبر المثبت على الخبر النافي، يقدم القول المثبت على القول النافي، يقدم الحديث المثبت على الحديث النافي. ولهذا قدموا رواية بلال على رواية أسامة، قدموا قول بلال على قول أسامة. لاحظ ماذا يقول بعد هذا، يقول لكن قد يقال، ونفي ذلك أيضا لا يؤخذ بالقياس وإنما يقال بالتوقيف، فإن كون رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه وقعت أو لم تقع هو من الأخبار التي لا تعلم بمجرد القياس. وعائشة رضي الله عنها لما نفت ذلك لم تستند مع استعظام ذلك أن تكون في الدنيا إلا إلى ما تأولت من الآيتين. اتفق جيدا. إذن هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن ما أتت به عائشة رضي الله عنها هو من باب الأخبار، فهذا خبر مقابل خبر ابن عباس،
هذا خبر وهذا خبر. إذن أرجع قول عائشة وقال هو خبر، وابن عباس أيضا خبر، فيقول هذا خبر وهذا خبر، يقول فلا يقدم هذا على هذا، أو كما يقال يقدم هذا على هذا فيقدم هذا على هذا، يعني يقول يقدم هذا الخبر على هذا الخبر كما قلتم يقدم ذاك الخبر على هذا الخبر، يقدم قول ابن عباس على قول عائشة، وهنا أقول يقدم قول عائشة على قول ابن عباس. الآن نقول لماذا تقدم قول عائشة هنا بهذا في هذا القيل، لماذا تقدم قول عائشة على قول ابن عباس؟ يقول لأن هذا خبر وذاك خبر وليس من باب القياس، فنحن نحتج عليه، نقول له أنت قلت ولا ريب أن المثبت أولى من النافي فيما كان من باب الرواية. أنت الذي تقول المثبت أولى من النافي، فيقدم المثبت على النافي. الآن أرجعت قول عائشة إلى رواية وإلى تأويل القرآن، وقول ابن عباس إلى رواية وإلى تأويل القرآن، إذن صار قول مقابل قول، رواية مقابل رواية، خبر مقابل خبر، إذن لا ينطبق عليه نفس القاعدة، تبقى رواية ابن عباس مثبتة ورواية عائشة نافية، والمثبت يقدم على النافي. لكن هذا دليل على تخبطه، إنه لا يفهم شيئا، دليل على جهله. قبل بضعة أسطر ذكر هذه القاعدة، قال ولا ريب أن المثبت أولى من النافي فيما كان من باب الرواية، كما قدم الناس رواية بلال على قول أسامة، وقد قالوا هذا لا يقال بالقياس وإنما يقال بالتوقيف فيكون من باب الرواية. التفت جيدا، هو خلط، أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا الأمر، يعني ابن تيمية لم يفهم ماذا أراد العلماء من قولهم هذا، وقد قالوا هذا لا يقال بالقياس وإنما يقال بالتوقيف فيكون من باب الرواية، لم يفهم هذه العبارة، يعني كما يقال هؤلاء صغار السن عندما يسمع كلمة ضمن عبارة طويلة يتمسك بهذه الكلمة، لا يفهم هذه الكلمة عندما ذكرت ضمن العبارة ما هو معناها وماذا يراد منها، هؤلاء الصغار الأطفال. أيضا هو هنا كلمة قياس مقابل قول آخر في رواية أو خبر، فقال قياس مقابل الأخبار، انصرف ذهنه إلى القياس الذي يقول به أبو حنيفة أو باقي الأئمة رضي الله عنهم، لم يفهم هذه، وأنا لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا الأمر، لكن فقط أقول بناء على ما نقله هو هنا، قال وقد قالوا هذا لا يقال بالقياس وإنما يقال بالتوقيف فيكون من باب الرواية. هذا معناه أي شيء؟ معناه لاحظ جيدا، التفت لي جيدا، يعني نقول مثلا، نقول لتقريب الفكرة، يعني هذا التقديم، تقديم المثبت على النافي، التفت هذا العمل، هذا الإجراء، تقديم الترجيح، ترجيح المثبت على النافي يقول به الأئمة وليس الجهال مثل ابن تيمية، لا، الأئمة أئمة المذاهب وغير أئمة المذاهب، الأئمة العلماء وليس الجهال، يقولون بأن هذا التقديم، بأن هذا الترجيح للرواية للخبر للقول المثبت على القول النافي، هذا الترجيح ليس من القياس، هذا الترجيح من باب الرواية. وكأنه لاحظ، كأنهم أجمعوا على أمر، وهذا الإجماع يكشف عن أنه وردت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجح المثبت على النافي. التفت جيدا، لا أريد أن أكرر، هذا هو المطلوب، لكن ابن تيمية لم يفهم هذا. أنا قلت على ابن تيمية أن يحضر حلقات الأصول، ألف باء الأصول، دار دور الأصول، أصول الفقه، حتى يفهم ما يقال. بعد هذا يتحدث عن أنه عالم، وبعد هذا يتحدث عن الردود على العلماء، فالكثير من العلماء يتنزهون عن الرد عليه لجهله، للحشو الذي في كتاباته، فالنقاش معه يكون فيه مضيعة كبيرة للوقت. لكن ماذا يفعل الإنسان؟ الآن تسفك الدماء بسبب ابن تيمية وأفكار ابن تيمية، وتكفير ابن تيمية للآخرين، وخزعبلات وأساطير ابن تيمية، وإلا لماذا وصل الحال بالمسلمين إذا ما وصل إلى ما وصل إليه الآن؟ بسبب أفكاره الإرهابية القاتلة، ونحن نكون مضطرين للتصدي له. ليس عندنا عداء مع ابن تيمية كشخص، ولا مع أتباع ابن تيمية أو
أئمة التيمية، ليس لنا علاقة بهم، ليس عندنا أي أعداء شخصي مع هؤلاء، ليس لنا أي مصلحة مع شخص أو ضد شخص. نحن نتحدث في الجانب العلمي وننظر إلى ما يحصل بالمسلمين في هذه الأيام وفي هذا العصر من سفك دماء ومن إرهاب ومن تشويه للإسلام بسبب أفكار التيمية. يقول ابن تيمية يكمل يقول: وأما الأحاديث التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت ربي، فقد ذكر القاضي ذلك لما ذكر تلك الأحاديث، وأما ما احتج به من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت رؤيته تلك الليلة فإنه لم يعتمد في ذلك أو لم يعتمد في ذلك إلا على الحديث الذي ذكر هذا كله في الكلام عليه، وهو الحديث الذي سنذكره إن شاء الله مما رواه الخلال عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة. لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قال: فوضع يده حتى وجدت، فذكر أو حتى وجدته فذكر كلمة ذهبت عني، قال صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال فيما يختصم الملأ الأعلى وذكر الخبر. قال القاضي، يكمل ابن تيمية يقول: قال القاضي: اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصول، أحدها في إثبات ليلة الإسراء وصحتها، والثاني في إثبات رؤيته لله تعالى تلك الليلة، والثالث في وضع الكف بين كتفيه، والرابع في إطلاق تسمية الصورة عليه، والخامس قوله لا أدري لما سأله فيما يختصم الملأ الأعلى ثم تكلم على ذلك. قلت ابن تيمية: الإسراء وإن كان حقا ورؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءت بها آثار ثابتة، وهذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه بالمدينة في المنام، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور في ليلة الإسراء من الموضوعات المكذوبات كما سيأتي بيانه. اسمعوا اسمعوا يا أعزائي يا أبنائي، اسمعوا يا أيها السنة يا أيها الشيعة، لست أنا من أقول، ابن تيمية يقول بأن القاضي بأن أمة التيمية بأن أمة التوحيد الأسطوري يأتون بروايات كاذبة، بروايات مكذوبة، بروايات موضوعة. إذن القاضي أتى بهذه الرواية وهي رواية موضوعة مكذوبة. أنا من أقول أم ابن تيمية الذي يقول؟ يقول: ولكن هذا الحديث الذي رواه القاضي بهذا اللفظ المذكور في ليلة الإسراء من الموضوعات المكذوبات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. هذا هو أئمة التيمية، هذا هو نهجهم، يأتون بروايات مكذوبة موضوعة لإثبات باطلهم، هذا هو، هذا شيء ثابت. ارجعوا إلى ما يقوله ابن تيمية من افتراءات على الأشاعرة على المعتزلة على الشيعة، ستعرفون وتتيقنون هذا الأسلوب عند التيمية، كله عبارة عن، كل ما يفعلون عبارة عن افتراءات وأكاذيب وأساطير، هذا هو نهجهم. لكن عندما ينحصر، عندما تضيق عليه شبكة العلم والاحتجاجات والمناقشات والحوارات العلمية، ماذا يفعل؟ يتملص من هذا، يتهم إمامه، يتهم من يرجع إليه، يتهم من له قدسية في مذهبه وعند أتباعه، يتهم النبي، يتهم الخالق، المهم يثبت ما عنده من باطل، هذا هو نهجهم. يقول: لكن هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور في ليلة الإسراء من الموضوعات المكذوبات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، وإنما ذكر، يقول: ما هي الرواية الصحيحة؟ يقول: هذه الرواية صحيحة، ذكر أن ربه أتاه في المنام وقد قال له هذا ووضع يده بين كتفيه بالمدينة في منامه، ولهذا
لم يحتج أحد من علماء الحديث بهذا، بل رووه للاحتجاج، ولم يثبته أحد في الأحاديث المعروفة عند أهل العلم بالحديث كما بيناه. فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم. أقول أولا، الإسراء يعني السير ليلا، فانتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به إلى السماء، ثم العودة به إلى المسجد الحرام، هذه كلها إسراء لأنها حصلت ليلة، هذا وانتهى الأمر، لأننا قلنا الإسراء يعني سير ليلة. ثانيا، ثبت الخلاف في الإسراء في أنه هل حصل بالروح والجسد أو بالروح فقط، أو أنه كان في المنام، هذا يوجد خلاف، هل حصل بالروح والجسد أو حصل بالروح فقط أو أنه كان في المنام، يوجد فرق أنه حصل بالروح أو أنه حصل في المنام. إذن عندي حصل بالروح والجسد، حصل بالروح وكان في المنام. وثبت أيضا حصول إسراء واحد يقينا حصل فيه الانتقال إلى المسجد الأقصى، والذي تزامن معه عروج إلى السماء، وبعد المتابعة والتحقيق في الروايات والشواهد فإنه يترجح أو يحصل الاطمئنان بتعدد رحلات الإسراء، ولا يوجد ما يثبت انحصار ذلك في مكة دون المدينة، يوجد وقائع إسراء متعددة ولا يوجد ما يثبت أنها أو أنها كلها حصلت في مكة دون المدينة. ثالثا، عليه ممكن أن تكون رواية القاضي لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي، ممكن أن تكون هذه الرواية تشير إلى حادثة إسراء وقعت في المدينة، والقاضي أبو يعلى وغيره يقصدها ولا يقصد تلك الواقعة للإسراء التي حصلت في مكة. وعليه فلا يتم ما ذكره ابن تيمية من إنكار الحديث وإبطاله بهذا الطريق من الإبطال، بإدعاء أن مضمون الحديث قد وقع في المدينة وأن المدينة لم يحصل فيها ومنها إسراء أبدا، بل حصلت رؤيا في المنام، هذا كلام ابن تيمية. أقول فلا يتم قوله وهذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه بالمدينة في المنام، لا، نقول ممكن أن يكون هذا الحديث راجع إلى حادثة إسراء حصلت في المدينة وانتهى الأمر. إذن نقول فلا يتم ما ذكره ابن تيمية من إنكار الحديث وأبطاله بالدعاء أن مضمون الحديث قد وقع في المدينة وأن المدينة لم يحصل فيها ومنها إسراء أبدا، بل حصلت رؤيا في المنام. فلا يتم قوله وهذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه بالمدينة في المنام. لماذا قلنا؟ لأنه ثبت عندنا بأنه يوجد أكثر من حادثة إسراء وغير منحصرة حوادث الإسراء في مكة، فممكن أن تكون هذه حادثة إسراء حصلت في المدينة. رابعا، على فرض تعدد رحلات الإسراء وحصول بعضها في المدينة المنورة، فلا يبقى أي محذور في تكرر الرؤيا ومشاهدات الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لنفس المعاني، فيكون قد شاهدها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أولا، ثم صدقه الرؤيا فتحققت في الخارج في اليقظة بالروح أو بالروح والجسد. الآن نقول يعني لو يوجد إشكال، هذا لدفع الإشكال، لو يقال بأنه يوجد روايات تدل على أنه حصل مثل هذا المعنى في المنام، نقول لا يوجد إشكال، حصل هذا المعنى في المنام وبعد هذا صدق الله المعنى في الخارج فحصل إسراء في الخارج تطبيقا ومصداقا مع ما شاهده في المنام، أين المشكلة؟ إذن أقول فيكون قد شاهدها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أولا، ثم صدقه الله الرؤيا فتحققت في الخارج في اليقظة بالروح أو بالروح والجسد، مثلا في رؤيا الرب الشاب الأمرد في المنام، ثم صدقه الله، ليس الله وإنما ثم صدقه الرب الأمرد الرؤيا فيلتقي به في الخارج في اليقظة بصورته الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط موقر موفار عليه نعلان في خضرة. وعليه فلا يتم ما اعترض به ابن تيمية على القاضي بالدعاء أنها في النوم لنفي أن تكون خارجا وفي اليقظة، فقد أثبتنا إمكان تحقق الحادثتين. إذن ما اعترض عليه بأن هذه حصلت في المدينة وليس في مكة، نقول له لا يوجد مشكلة، لأنه قلنا بتعدد حوادث الإسراء وهذه حادثة إسراء مستقلة حصلت في المدينة. قال يوجد روايات أنها مثل هذا المعنى حصل في المنام،
نقول له أيضا لا يوجد مشكلة، حصل في المنام وبعد هذا صدق الله الرؤيا فحصلت في الخارج فحصل الإسراء، أين المشكلة؟ واضح المسألة إلى هنا. رابعا انتهينا من ثالثا، كان الكلام في ثالثا، نرجع إلى بيان تلبيس الجهمية إلى مورد كلام ابن تيمية. الآن رابعا، إن لم يثبت عندكم أو عند بعضكم، إن لم يثبت عندكم أو بعضكم يقينا سطحية تفكير الشيخ ابن تيمية وأسطورية وخرافية توحيده ووهم استدلالاته وجهله حتى في اللغة والعرف فضلا عن علم الحديث والكلام والفقه والأصول والمنطق والفلسفة، فإننا نعمل على أن نصل إلى درجة اليقين عند الجميع بعون الله تعالى. ولا ننسى أن المصيبة المضحكة المبكية أن تيمية يدعي التوحيد، وهذه هي هنا المشكلة، وإلا ما هي مشكلة، ما هي المشكلة مع ابن تيمية؟ أصلا نتركه ولا نضيع الوقت معه، لكن المشكلة هنا أن تيمية يدعي التوحيد ويكفر كل من يخالف توحيده التجسيمي ويبيح دمه وعرضه وماله. وسأذكر شواهد روائية ليس فيها قيد النوم كما يدعي ابن تيمية، وهي أقرب للغرض الذي أراد إثباته القاضي، وهو رؤيا العين، وأقرب للمعنى الذي أشار إليه القاضي حتى في كون القضية في إحدى رحلات الإسراء والمعراج، وعلى الأقل كاحتمال ممكن، فلا يتم ما اعترض به ابن تيمية على القاضي أبي علاء. أليف، قال القاضي أبو يعلى الحنبلي عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن الصورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلت لا أدري، فوضع يده حتى وجدت، فذكر كلمة ذهبت عني، ثم قال تعالى فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر الخبر. لاحظ هذا أين؟ في سنن الخلال للخلال، وفي أبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبو يعلى الحنبلي. وابن تيمية في مقام مناقشة القاضي واستشهاد القاضي بهذه الرواية، وأيضا ذكر هذه الرواية الخلال في سننه. باء، الألباني في صحيح الجامع الصغير قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني ربي، أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن الصورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت صلى الله عليه وسلم: لا. فوضع سبحانه وتعالى يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: وجدت بردها في نحري، حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال تبارك وتعالى: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت صلى الله عليه وسلم: نعم، في الكفارات والدرجات. إلى أن يقول قال تعالى: صدقت يا محمد. وقال تعالى: يا محمد، إذا صليت فقل اللهم إني أسألك، إلى آخر الرواية. هذا أين؟ في صحيح الجامع الصغير للألباني، في الجامع الصغير للسيوطي، وفي سنن الترمذي في تفسير القرآن سورة صاد. التفت جيدا. إذن رواية في صحيح الجامع الصغير للألباني يقول: أتاني الليلة ربي. لاحظ هذه حادثة تشبه أي حادثة؟ تشبه الحادثة التي رواها القاضي والتي نفاها ابن تيمية، بالضبط نفس الرواية. لاحظ، من هنا نقول ما أتى به ابن تيمية لا نرفضه. نعم، يوجد في المنام قد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، بعد هذا صدق الله الرؤيا فقال: أتاني ربي تبارك وتعالى تصديقا للرؤيا التي رآها. ويكذب القاضي ويكذب غير القاضي ابن تيمية كما يشاء، حرية وديمقراطية عند ابن تيمية، فقط له الحرية والديمقراطية، أما باقي الناس فتقطع رؤوسهم إذا اعترضوا على شيء. جيم، الإمام أحمد بن حنبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غدات، أي ما بين الفجر وطلوع الشمس، في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس،
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سريعا فثوب بالصلاة أي أقام الصلاة وصلى وتجوز في صلاته أي خفف في صلاته. فلما سلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أنتم على مصافكم أي كما أنتم على صفوفكم وعلى مواضعكم. ثم أقبل إلينا فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، أني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت. لاحظ فنعست في صلاتي حتى استثقلت، ما هو الانصراف الأول حتى استثقلت؟ أنتم ماذا تفهمون؟ يقول فنعست في صلاتي حتى استثقلت، ما هو المعنى الذي ينصرف وينسبق إليه الذهن؟ استثقلت. لاحظ يوجد درجات للنعاس أو لا يوجد؟ يوجد درجات للنعاس أو لا يوجد؟ نعم تقول يوجد. إذن هذه من أعلى درجات النعاس، من أثقل درجات النعاس. يقول فنعست في صلاتي حتى استثقلت، أي حتى استثقلت النعاس، أي حتى استثقلت النعاس، أي وجدته ثقيلا أو شعرت بثقله أو صار ثقيلا أو صار شديدا أو صار مرهقا. وهذا المعنى هو الأظهر والأسبق للذهن والأقرب من معاني استثقل في النوم، أو الأقرب من معنى استثقل في النوم، لأن هذا يحتاج للتقدير. يقول فنعست في صلاتي حتى نمت، منتهى الأمر. لو كان يراد به النوم لقال فنعست في صلاتي حتى نمت، لكنه لم يقل ولم يأتي بذكر النوم، قال حتى استثقلت. فلماذا تؤول يا تيمية؟ إذن أنت كافر، أنت مرتد، أنت جهمي، أنت شيعي، أنت رافضي، أنت صوفي، أنت أشعري، أنت معتزلي. لماذا تؤول؟ الانصراف الأول حتى استثقلت، إذن استثقل النعاس، استثقل في نعاسه. يقول فنعست في صلاتي حتى استثقلت، إذن يوجد نوم؟ لا يوجد نوم. يقول فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، لاحظ فجأة، إذن لاحظ هنا فإذا أنا بربي، إذن فجأة يأتي، لا يوجد فجأة في المنام. الآن هو يتحدث عن يقظة، يتحدث عن حاله، يصف حاله. يقول نعست ثقل علي النعاس، استثقلت النعاس، فإذا بربي، فإذا أنا بربي، لاحظ فإذا أنا بربي، لاحظ هو لا يتحدث عن حالة نوم وفي النوم حدثت عنده هذه الفجأة والمفاجأة، يتحدث في حالة يقظة وحصل عنده نعاس. يقول فإذا أنا بربي، التفت جيدا، فإذا أنا بربي، إذن يتحدث عن نفسه، عن ذاته في حال اليقظة. يقول فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال تعالى يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري رب، فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها، إنها حق فادرسوها وتعلموها. أخرجه الإمام أحمد في المسند الجزء الخامس، والترمذي في سننه الجزء الخامس في التفسير سورة صاد، وقال هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل، الترمذي يقول سألت محمد إسماعيل أي سأل البخاري عن هذا الحديث، فقال هذا حديث حسن صحيح. وابن خزيمة في التوحيد وقال إنها أشبه بالصواب، هذا ابن خزيمة. والحاكم في المستدرك أيضا في الجزء الأول رواه، والطبراني في المعجم الكبير جزء 20، والقاضي أبو يعلى في أبطال التأويلات جزء أول، وابن عدي في الكامل، والرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد الحنبلي، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، كلهم رووا هذه الرواية. وهنا أقول أيضا عندي تعليقات على هذا الكلام في خطوات، الكلام في خطوات. الخطوة الأولى، هذا الحديث صحيح وقد جاء بعدة طرق وعن أكثر من صحابي رضي الله عنهم. الخطوة الثانية، قال فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، لقد رأى ربه فجأة، لكن لا يمكن الجزم أنه رآه في مكانه أو بعد أن عرج به صلوات الله وسلامه عليه.
ويؤيد الأخير أي العروج، ويؤيد الأخير بقرينة أو قرينة سياق المعنى الذي اقتصر على السؤال عن تخاصم الملأ الأعلى، فيصلح أو يصلح فيصلح هذا كقرينة وكمحتمل أنه حصل بعد حصول عروج بالروح أو بالنوم إلى الملأ الأعلى، فصارت مناسبة للسؤال عن تخاصم الملأ الأعلى، وعليه لا يتم ما سجله تيمية على القاضي فيما إذا كان القاضي فهم ورجح هذا المعنى من الرواية، فقال لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة. إذا ربما القاضي فهم هذا، فهم العروج، فهم من هذه القرينة أن هذا حصل في إسراء، وأن العروج حصل بالروح أو بالروح والجسد أو بالنوم حسب مباني الإسراء حسب المباني، ففهم هذا المعنى فقال لما كانت، يعني أتى بمعنى الرواية، فقال لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فهو لترجيحه لفهمه بأن هذه الرواية حصلت في المعراج فأتى بهذا المقطع. إذن أقول قال فإذا أنا بربي عز وجل، الخطوة الثانية، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة لقد رأى ربه فجأة، لكن لا يمكن الجزم أنه رآه في مكانه أو بعد أن عرج به صلاة الله وسلامه عليه. ويؤيد الأخير أي العروج قرينة سياق المعنى الذي اقتصر على السؤال عن تخاصم الملأ الأعلى، فيصلح هذا كقرينة وكمحتمل أنه حصل بعد حصول عروج بالروح والجسد أو بالروح أو بالنوم حسب المباني إلى الملأ الأعلى، فصارت مناسبة للسؤال عن تخاصم الملأ الأعلى، وعليه لا يتم ما سجله تيمية على القاضي فيما إذا كان القاضي فهم ورجح هذا المعنى من الرواية، فقال لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة. الخطوة الثالثة، أقول على فضل رواية معاذ هذه، فإنه لا يتم ما قاله شيخ التيمية أن ربه أتاه في المنام وقال له هذا ووضع يده بين كتفيه، فلا يوجد في الرواية لفظ نوم أصلا، وللدلالة على النوم فلا بد أن يخالف التيمية أصلهم التكفيري الخرافي بمنع وتحريم التأويل، فيلتجئون للتأويل وتقدير لفظ ومعنى النوم، فيبني على أن المراد من قوله فنعست في صلاتي حتى استثقلت هو حتى نمت واستثقلت، فنعست في صلاتي حتى نمت واستثقلت في النوم، وليس حتى استثقلت النعاس. إذن يحتاج إلى تأويل، فإذا أول فليكفر نفسه قبل أن يكفر الآخرين، وليحكم بكفره وبإباحة دمه وعرضه وماله قبل أن يبيح دماء وأعراض وأموال الآخرين. الخطوة الرابعة، يقول فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، لم يخبرنا أحد التيمية والتوحيد الأسطوري من ذاك العصر إلى يومنا هذا، لم يخبرنا أحدهم وبدون تأويل أن الرب في أحسن صورة بالمقارنة والتفضيل مع أي صورة. يقول أتاني في أحسن صورة، مع أي صورة يقارن؟ أليف وباء، هل بالمقارنة مع باقي صور الرب فأتاه هذه المرة في أحسن صورة أو في أحسن صور الرب؟ إذن هذا أليف، هل بالمقارنة مع باقي صور الرب فأتاه هذه المرة في أحسن صور الرب؟ لكن هل أتاه، ليس على نحو الفكاهة والمزاح ولكن حقيقة ودليل تام، لكن هل أتاه بالأسود والأبيض أو بالملون؟ وهل أتاه SD أو HD أو 3D؟ استفهام وتعجب. قلنا هل بالمقارنة مع باقي صور الرب باء، أو بالمقارنة مع الشباب المرد الجعد الأقطاط، ولم يخبرنا التيمي عن كون هؤلاء الشباب المرد الذين قرنت صورة الرب بهم فكان أحسن من صورهم، فهل هؤلاء من شباب المعتزلة أو من الأشاعرة أو من الشيعة أو من الرافضة أو من شباب الصابئة أو الحرانية أو من شباب النصارى أو اليهود أو غيرهم أو من الشباب الخليط من كل أولئك، كي تكون عندنا صورة أولية مسبقة عن هيئة ولباس الرب وحسب انتماء الشباب المرد الذين
سنقارن مع صورهم، ولو تفضلوا علينا وأخبرونا هل الشباب المثلي مشمول بالمقارنة أو لا. والمصيبة نرجع ونقول المصيبة يكفرون الناس ويبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم بافتراءات الإشراك والوثنية والارتداد والجهمية وعبادة القبور والسحر والزندقة والصحوات والرافضة وعباد الصليب والطاغوت وأتباع الطواغيت، وهم أولى بأن يقال عليهم هذه العناوين وتلصق بهم هذه العناوين لأنها حقيقة تنطبق عليهم. الخطوة الخامسة، هنا يتحدث بكل صراحة ووضوح عن وضع الرب كفه بين كتفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. التفت جيدا واحفظ القول، أنه وضع كفه وليس بعض كفه وليس أصبعه وليس بعض أصابعه، أنه وضع كفه بين كتفيه، أي أن ما بين كتفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد استوعب كف الرب. التفت، قال لاحظ وضع كفه بين كتفيه ليس بعض الكف، وضع كفه، إذن هذا يعني أنه قد استوعب، أي أن ما بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم قد استوعب كف الرب، أي أن كف الرب بنفس مساحة وحجم كف الإنسان العادي ككفك وكفي وكف الآخرين. والمصيبة الأعظم أن ابن تيمية لم يكتفي بالكف، بل كعادته المتميزة جدا في التجسيم، فإنه تحدث عن اليد وليس فقط الكف، فوضع الرب يده بين كتفي رسوله صلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وسلم. قال تيمية أن ربه أتاه في المنام وقال له هذا، ووضع يده بين كتفيه، ووضع يده بين كتفيه، لم يقل وضع كفه، لا، وضع يده بين كتفيه، يعني الكف وزيادة على الكف. سادسا، الخطوة السادسة، أكثر من ذلك، فإنهم يزعمون وبدون تأويل أن الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم قد شعر ببرد أمام الرب، بمعنى أن قوانين الانتقال الحراري والتوازن الحراري بين الأجسام تشمل كف وأنامل الرب. العن المجسمة بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. خطوة سابعة، الخطوة السابعة، أقول هذا هو الرب المرئي بالعين بالنظر والبصر والمحسوس بالمس واللمس، فأي رب هذا؟ ولو بقينا على الشاب الأمرد واحترمنا أنفسنا ومحترمين أنفسنا كما يقال، ولو بقينا على الشاب الأمرد واحترمنا أنفسنا لكان أفضل لنا. تعالى الله وسبحانه عما يقوله المجسم التيمية الأسطوريون. والمصيبة ويقولون نحن فقط وفقط وفقط الموحدون، ويكفرون باقي المسلمين وأهل القبلة ومتبعي الأديان والآخرين، ويسفكون دماءهم بأبشع الطرق والوسائل الإرهابية القذرة. أسطورة 28، أين الثرى وأين الثريا؟ ابن تيمية والفخر الرازي. أسطورة 28، أين الثرى وأين الثريا؟ ابن تيمية والفخر الرازي. الكلام في خطوتين، الخطوة الأولى أساس التقديس للفخر الرازي. نذكر هنا بعض الكلام الذي يرجع إلى بحث بيان تلبيس التيمية لحاجتنا إليه في بيان تمامية ما نريد تثبيته من دليل ولدفع ما يحتمل من شبهات. وسنذكر لكم باختصار مضمون كتاب العالم الشيخ الإمام الرازي وإشارات إلى منهج البحث العلمي فيه، وأترك لكم المقارنة بين الرازي الفيلسوف العالم ومنهجه العلمي وبين ابن تيمية الجاهل المقلد الالتقاطي ومنهجه في العشوائية والاضطراب والالتقاطية والتدليس. وبالله نستعين.
الإمام الرازي السني الأشعري المتوفى في 606 هجري قال في كتابه أساس التقديس، يقول: ورتبته على أربعة أقسام. القسم الأول في الدلالة الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز، والقسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات، القسم الثالث في تقرير مذهب السلف، القسم الرابع في بقية الكلام في هذا الباب. اقتبست بعض المقاطع، بعض المقتبسات من الكتاب. القسم الأول، لاحظ عنده كم قسم؟ عنده أربعة أقسام، قسم أول وثاني وثالث ورابع. الآن ندخل في القسم الأول. القسم الأول، ما عنوان القسم الأول؟ في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. فيه هذا القسم الأول فيه فصول. قال: الفصل الأول، أي القسم الأول الفصل الأول، في تقرير المقدمات التي يجب إيرادها قبل الخوض في الدلائل، وهي ثلاثة، أي ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، والمقدمة الثانية في أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه، وأنه ليس يلزم من نفي النظير والشبيه نفي ذلك الشيء، والمقدمة الثالثة في اختلاف القائلين بأن الله جسم. بعد هذا يأتي الفصل الثاني. إذن يقول: وهي ثلاثة المقدمات. المقدمة الأولى في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، بمعنى أن التيمية جماعة التوحيد الأسطوري التجسيمي المجسم المشبهة يقولون إذا كان الله موجود فلا بد بأن يشار إليه، فالرازي هنا يريد أن يثبت لهم بأن الله موجود، يريد أن يثبت لهم في وجود موجود لا يشار إليه، يعني ليس بالضرورة أن الموجود يشار إليه، لا يوجد ملازمة بين الوجود والإشارة إليه. يقول المقدمة الأولى في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، طبعا إشارة قلنا بالحواس بالحس، فنقول كلام اقتبس منه طبعا المقدمة الأولى. الآن يقول: فنقول الذي يدل، والكلام للرازي، فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه، بمعنى أقرب الفكرة، هذا سيأتي الكلام إذا وفقنا الله لهذا في بيان تلبيس التيمية. لاحظ الرازي هنا ماذا يأتي؟ يأتي بمقدمة وقال في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس، بعد هذا يأتي بردود المخالفين، بردود المجسمة والمشبهة، فالمجسمة والمشبهة يقولون لا يوجد موجود لا يشار إليه بالحس، كل موجود يشار إليه بالحس، ما هو الدليل على هذا؟ يقولون يوجد مقدمات وهذه المقدمات بديهية، مقدمة كذا ومقدمة كذا وهذه مقدمات بديهية، مقدمات ضرورية. يأتي الرازي يقول بأن هذه المقدمات التي طرحها التيمية جماعة التوحيد الأسطوري التي طرحها المجسمة الحشوية هي ليست مقدمات بديهية، فلذلك قال: فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه، الوجه الأول والثاني والثالث والرابع. الآن يصل، يهمني أن أذكر الوجه الثامن. يقول الوجه الثامن، يقول أن خصومنا لا بد لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال. التفت جيدا أن يريد أن يصل، يقول يعني بعد التدرج في الدليل والبرهان يصل إلى هذه النتيجة. يقول إذن لا بد عليهم بناء على ما ذكره هناك، يقول إذن في النتيجة لابد لهم من أن يعترفوا بأنه يوجد شيء على خلاف حكم الحس والخيال، يعني يوجد شيء، إذا نقول بوجود شيء إذا تحقق موجود، وهذا الموجود على خلاف حكم الحس والخيال، أي لا يشار إليه، إذا أثبتنا بوجود شيء لا يشار إليه، وأنتم إشكالكم على هذا الأمر، تقولون بأن الجهة لله والحيز لله، نقول به لأنه إذا كان موجودا فتثبت له الجهة، تثبت الإشارة إليه، وإلا فينتفي الوجود، فإذا وجد فهو جسم، وإذا كان جسما فيشار إليه وله حيز وله جهة، إذن ما دام الله موجودا إذن يشار إليه، إذن يدركه الحس والخيال. الفخر الرازي يتدرج معهم في الدليل والبرهان إلى أن يصل بهم في النتيجة
أنه لابد لهم من الاعتراف بوجود شيء لا يشار إليه، بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال. يقول الثامن، الوجه الثامن، أن خصومنا لابد لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال، وذلك لأن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية أو الحنابلة. الكرامية هم نسخة مطورة من الحنابلة، يعني ابن تيمية يقترب إلى الكرامية، جماعة ابن تيمية يقتربون إلى الكرامية، بل هم كرامية. يعني الآن أنت تعجب لماذا أخذهم الصراخ والعويل والتوحش في قضية رؤيا العين، وهم ليس عندهم أي مشكلة في رؤيا العين في الآخرة، وبكل الأعضاء وبكل الحواس، ولكل الأعضاء ولكل الحواس. سنقرأ هذا إن شاء الله وسنطلع عليه. يقول وذلك لأن خصومنا في هذا الباب أما الكرامية والحنابلة. أما الكرامية فإن إذا قلنا لهم لو كان الله تعالى مشارا إليه بالحس أو بالحس، مشارا إليه بالحس أي بالحواس، بالحس أو بالحس، لو كان الله تعالى مشارا إليه بالحس لكان ذلك الشيء إما أن يكون منقسما فيكون مركبا وأنتم لا تقولون بذلك. يعني يقول لهم، يقول للكرامية، يقول لهم لو كان الله مشارا إليه بالحس لكان هذا الشيء إما وإما، أليف وباء، أما أن يكون هذا الشيء لا يشار إليه إلا إذا كان منقسما فيقول أليف، أما أن يكون منقسما فيكون مركبا وأنتم لا تقولون بالتركيب. إذن القول بإمكان الإشارة أو بوجود الإشارة أو لابدية الإشارة يستلزم الانقسام والتركيب، وأنتم تنفون الانقسام والتركيب. إذن بهذا التوجه، بهذا الفرع، بهذا الاحتمال يبطل أو تبطل الإشارة، يبطل القول بالإشارة إليه. باء، وإما أن يكون غير، أم يكون غير منقسم، أو يكون غير منقسم، وإما أن يكون غير منقسم. فيكون في الصغر والحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم، ومثل الجزء الذي لا يتجزأ، وأنتم لا تقولون بذلك، لا تقولون بأن الله بهذا المستوى من الصغر والحقارة. تعالى الله عما يقول الظالمون المجسمة والمشبهة الكرامية، وما يرجع إلى الكرامية من تجسيم. إذن بمعنى يقول بأن القول بأن الله يشار إليه يستلزم محذورين يا كرامية، وأنتم لا تقولون بهذا، يستلزم إما أن تقولوا بأنه منقسم ومركب وأنتم تنفون التركيب لله سبحانه وتعالى، وإما أنه يستلزم أنه غير منقسم لكنه يكون في الصغر والحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ، وأنتم أيضا تنفون هذا الشيء عن الله سبحانه وتعالى. يقول وعند هذا الكلام قالوا، لاحظ الأمانة العلمية، يعني مما يؤخذ أيضا على الرازي وعلى كل عالم كل منصف، وهذا ما شاهدناه عند السيد الصدر الأول قدسة نفسه الزكية، يأتي بي وقلت هذا، يأتي بدليل، بقول، برأي، بمحتملات ما يريده الخصم أفضل مما أتى به الخصم بنفسه، وبدرجة أقل الأستاذ الصدر الثاني. أما الآخرون فلا يقارن ما يأتون به وما يفهمون من بحوث بما يفهمه الصدر الأول وبعده الصدر الثاني. إذن هنا يقول عند هذا الكلام قالوا، أي الكرامية، إنه واحد أي غير منقسم وغير مركب، منزه عن التركيب والتأليف، منزه عن التركيب والتأليف من الأجزاء، ومع هذا فإنه ليس بصغير أو حقير. تعال أفهمني هذه القضية، ماذا تقصد هنا؟ يقول وعند هذا الكلام قالوا، أي الكرامية يقولون إنه واحد منزه عن التركيب والتأليف، ومع هذا فإنه ليس بصغير أو حقير. يجيب الرازي يقول ومعلوم أن هذا الذي التزموه
مما لا يقبله الحس والخيال، بل لا يقبله العقل أيضا. لا الحواس تقبل هذا، ولا الجمع والتركيب بين المحسوسات في الخيال يقبل هذا، ولا العقل يقبل هذا. لماذا؟ التفت جيدا. ومعلوم أن هذا الذي التزموه مما لا يقبله الحس والخيال بل لا يقبله العقل أيضا، لأن المشار إليه بحسب الحس أليف وباء. إن حصل له امتداد في الجهات والأحياز كان أحد جانبيه مغايرا للجانب الآخر. إذا صار له امتداد في الجهات، يعني يمتد لجهة اليمين ولجهة الشمال، للأمام، للخلف، للأعلى، للأسفل، ولو لجهة واحدة من هذه، فصارت له جهة تغير الجهة الأخرى. عنده يمين وهذا اليمين ليس بيسار، عنده أمام والأمام ليس بخلف، عنده فوق والفوق ليس بتحت. هل يعقل أن نقول بأن اليمين هو يسار واليسار هو يمين فتختلط علينا الأمور ونعطل العقول؟ يقول لأن المشار إليه بحسب الحس أليف. إن حصل له امتداد في الجهات والأحياز كان أحد جانبيه مغايرا للجانب الثاني. وهذا لاحظ، إذا عنده يمين وعنده شمال، إذن صار الانقسام منقسم أو ليس بمنقسم؟ منقسم. عنده يمين وهذا اليمين غير الشمال، عنده يمين واليمين غير الأمام، عنده يمين واليمين غير الفوق. يقول إن حصل له امتداد في الجهات والأحياز كان أحد جانبيه مغيرا للجانب الثاني، وهذا يوجب الانقسام في بديهية العقل. باء، وإن لم يحصل له امتداد في شيء من الجهات، لا في اليمين ولا في اليسار ولا في الفوق ولا في التحت. طبعا اليمين واليسار يشمل الأمام والخلف، يعني اتجاه الشاب الأمرد، غير الشاب الأمرد بهالاتجاه الاتجاه، فيكون الأمام والخلف عبارة عن يمين وشمال حتى نسهل القضية للتيمية. وإن لم يحصل له امتداد في شيء من الجهات، لا في اليمين ولا في اليسار ولا في الفوق ولا في التحت، كان نقطة غير منقسمة وكان في غاية الصغر والحقارة. وإذا لم يبعد عندهم التزام كونه غير قابل للقسمة مع كونه عظيمين غير متناهي في الامتداد. التفت جيدا، يعني يريد أن يقول لا يوجد امتداد إلا وأنه يمتد في جهة من الجهات. إذا امتد في جهة من الجهات حصلت القسمة. إذن لا يوجد تمدد ولا امتداد إلا بوجود القسمة، إلا بالتقسيم، ومع عدم التقسيم يكون في غاية الصغر والحقارة. هذه بديهة العقل. كيف نقول بامتداد الشيء إلا إذا طال بجهة وفي جهة من الجهات أو في كل الجهات، فصارت عنده جهة تختلف عن الجهة الأخرى، صار منقسما. إذا قلت بعدم التقسيم رجعت إلى الصغر والحقارة، في غاية الصغر والحقارة. إذن ما هو الحل؟ يقول وإذا لم يبعد عندهم التزام كونه غير قابل للقسمة مع كونه عظيما غير متناهي في الامتداد، يقولون هكذا كما يقولون الآن التيمية، يقول هكذا هو عنده يد وانتهى الأمر. ما هي اليد؟ ما هي مواصفات اليد؟ اليد تختلف عن باقي الأيدي، سيأتي الكلام عن هذا. الآن تقول لهم، يقول للكرامية وإذا لم يبعد عندكم الالتزام بأنه قابل للقسمة، أنه غير قابل للقسمة ومع هذا هو عظيم غير متناهي في الامتداد، ليس في غاية الصغر والحقارة بل هو عظيم وغير متناهي في الامتداد، مع هذا هو غير منقسم، إذن ماذا نقول لهم؟ إذن تتحدثون عن الرب وعن وجود الرب، إذن تتحدثون عن الرب الموجود الذي هو غير قابل للانقسام، وقلنا غير قابل للانقسام يستلزم عقلا وبديهتين، يستلزم الصغر والحقارة. مع هذا تخالفون بديهة العقل، تخالفون الحس والخيال والعقل، فتقولون بالرغم من أنه غير منقسم لكن يخالف الحس والخيال والعقل فإنه عظيم وغير متناهي في الامتداد. إذن خالفتم الحس والخيال والعقل أم لم تخالفوا؟ نعم خالفتم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إشكالكم علينا بأنه لا يوجد شيء على خلاف حكم الحس والخيال. نقول أنتم الآن اعترفتم واستلزم الاستدلال معكم إلى الاعتراف والإقرار بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال وعلى خلاف حكم العقل، إذن إشكالكم علينا باطل وانتهى الأمر. بمعنى أنه إذ لو
فكرانه وجود شيء على خلاف حكم الحسي والخيال مدفوع في بداهة أو بدائه العقول، فلماذا إذن أنتم تقولون بوجود شيء على خلاف حكم الحسي والخيال والعقل؟ فلو كان هذا مدفوعا في بداهة وبدائه العقول فلماذا قلتم به والتزمتم به ولم تدفعه عقولكم بالبداهة؟ فما دامت عقولكم لم تدفع بالبداهة فإما أنتم قد فقدتم عقولكم، ليس عندكم عقول، وهذا المتوقع من جماعة التوحيد الأسطوري، أو أنه فعلا لا يدفع ببداهة العقول، أو أنكم فقدتم العقول مع أنه لا يدفع بداهة العقول. إذن هذا القول غير مدفوع ببداهة العقول، أي القول بوجود شيء على خلاف حكم الحسي والخيال لا يمكن دفعه ببداهة العقول، بدليل أنكم قلتم بهذا القول، فلو كان مدفوعا ببداهة العقول لما قلتم به، ونحن نقول بأنكم عندكم ولو الحد الأدنى من العقل، ولستم بمجانين ولستم بفاقدي العقول، إذن هذا لا يدفع ببداهة العقول. إذن يقول وإذا لم يبعد عندهم التزام كونه غير قابل للقسمة مع كونه عظيما غير متناهي في الامتداد، مع أن هذا الجمع أو كان هذا جمعا بين النفي والإثبات ومدفوع في بدائه العقول، يعني مدفوع في بديهيات العقول ومدفوع في بدائه العقول، كيف تجمعون بأنه لا ينقسم مع كونه عظيما وغير متناهي؟ وقلنا عدم الانقسام ببديهة العقل يعني الصغر والحقارة، وأنتم تخالفون العقل والحس والخيال وتقولون بأن عدم الانقسام لا يلازم الصغر والحقارة، لا، عدم الانقسام هنا يلازم العظمة وعدم التناهي. خالفتم العقل، خالفتم الحس، خالفتم الخيال، وتقولون بأن هذا هو موجود، إذن أين المشكلة؟ نحن أيضا نقول بهذا، نقول هو موجود لا يشار إليه، تقولون لا يوجد شيء لا يشار إليه، لأن القول بوجود شيء لا يشار إليه يخالف البديهة، يخالف الحس والخيال. الآن نقول لكم أنتم أيضا قلتم بأنه موجود وغير منقسم ومع هذا عظيم وغير متناهي، إذن خالفتم الخيال، خالفتم الحس والخيال والعقل. وأيضا يقال بأن الجمع بين النفي والإثبات مدفوع في بدائه العقول وببداهة العقول، ومع هذا تقولون به وتقولون بوجوده، فإذا كان هذا المدفوع فعلا ببدائه العقول وفي بدائه العقول وبداهة العقول أنتم تقولون بوجوده، فكيف إذن تعترضون علينا وتقولون بأن القول بكون الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بحسب الجهة، تقولون بأن هذا القول مدفوع في بدائه العقول لأنه على خلاف حكم الحس والخيال؟ أنتم تقولون بالجمع بين النفي والإثبات وهو على خلاف حكم الحس والخيال وعلى خلاف العقل وحكم العقل، ومع هذا تقولون بوجوده وهو مدفوع يقينا في بدائه وبدائه العقول، ومع هذا تقولون به، فكيف تعترضون علينا؟ إذن إشكالكم علينا باطل. إذن نقول وإذا لم يبعد عندهم التزام كونه غير قابل للقسمة مع كونه عظيم غير متناهي في الامتداد، مع أن هذا الجمع كان مع أن هذا الجمع أو كان هذا جمعا بين النفي والإثبات ومدفوع في بدائه العقول، فكيف حكموا بأن القول بكونه تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بحسب الجهة مدفوع في بدائه العقول؟ يعني هم ما هو دليلهم؟ قالوا قولكم يا أشاعرة يا معتزلة يا شيعة يا أهل الإسلام يا أهل القبلة، قولكم إن الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه، لا هو حال في العالم ولا مباين عنه، هذا الكلام الذي تقولونه عن الله سبحانه وتعالى مدفوع في بدائه العقول، بديهة العقل ترفض هذا، هذا كلامكم ينافي الحس والخيال والعقل. نقول لكم إذن وصلنا معكم إلى نفس النتيجة، أيضا أنتم كلامكم ومبناكم وقولكم أيضا يخالف الحس والخيال والعقل.
أقول قال علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان قبل كل شيء، فلا يقال شيء قبله وبعد كل شيء، فلا يقال شيء بعده. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. لقد حرم الكثير من المسلمين بسبب تأثيرات الطائفيين وبسبب تأثيرات التيمية وابن تيمية، حرموا أنفسهم من حقائق الأمور وتجليات الحقائق عند أهل البيت سلام الله عليهم وعند إمام الموحدين الأمير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظ ماذا يقول الرازي، يقول إن الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عن العالم بحسب الجهة، غير حال فيه ولا مباين عنه. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول هو في الأشياء كلها غير متمازج بها، يعني غير حال في العالم، غير متمازج بها ولا بائن عنها، أي ولا مباين عنه ولا مباين عن العالم بحسب الجهة. لاحظ هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. ويقول الرازي للكرامية: فكيف حكموا بأن القول بكونه تعالى غير حال في العالم، غير حال في الأشياء، ولا مباين عنه عن العالم ولا مباين عن الأشياء بحسب الجهة، مدفوع في بدائه العقول؟ هذا القول الذي رفضه الكرامية هو قول أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المبنى هو مبنى أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان قبل كل شيء، فلا يقال شيء قبله وبعد كل شيء، فلا يقال شيء بعده. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.